والله العظيم انا اسفه، انا وعدت ماما ان انا مش هزعلك. انا خلاص. صفاء 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 يا جماعه، اي حد الحقيني اتشنجت جوه، مش عارفه اعمل ايه. مريم رحمة، ايه الصدفة الجميلة دي؟ ايه اللي جابك هنا حبيبتي؟ لا مفيش، بعمل حلقة للبرنامج بتاعي عن المصحات الخاصة وكده. انت جاية لوحدك؟ امال فين المعدة اللي كانت معاكي في الاسم؟ نهلة؟ لا عيانة، انا اللي بعد الحلقة دي. سلامتها. طب وانت خير في ايه؟ ليه هنا؟ جاية زيارة يا مريم، عندي حالة نازلة هنا. آه ده أكيد طبعاً عشان الأبحاث. لا يا حبيبتي، أنا ولا دكتورة نفسية ولا إعلامية بتدور على حاجات عشان يعملوا عليها شغل. أمال إيه؟ واحدة قريبتي. أنتي بقى جاية لمين؟ جاية لحد معين؟ لا أنا كان عندي ميعاد وخلصت خلاص، بس على فكرة أنا ممكن أستناكي لغاية لما تخلصي ونمشي مع بعض. لا يا حبيبتي، أنا لسه قاعدة شوية، بس اكيد هنتقابل قريب. اه طبعا ان شاء الله. طبعا اذنك انا همشي بقى. اوكي باي باي باي.